noche inolvidable. أحيت فرقة رولينغ ستونز مساء الجمعة حفلا تاريخيا في العاصمة الكوبية هافانا أمام حوالي نصف مليون متفرج في حدث يكرس عودة الروك إلى هذا البلد الشيوعي، حيث كان يستمع إلى هذه الموسيقى بسرية لفترة طويلة. إنها فرصة كبيرة ونحن جميعا سعيدون، نظرا إلى أن ما هو متاح اليوم لم يكن كذلك في السابق، لذا نحن فرحون جدا لرؤية هؤلاء النجوم أمامنا. وقد استهلت الفرقة البريطانية الشهيرة الحفلة بأغنية جامبين جاك فلاش الحماسية قبل أداء أغنية It's Only Rock and Roll، أو هذه مجرد موسيقى روك، بما يشبه رسالة تطمين للسلطات الكوبية في شأن هذه الموسيقى التي كان ينظر إليها كإحدى الأدوات الاستعمارية الأمريكية. وتفاعل الجمهور بقوة مع المغني المخضرم ميك جاجر الذي قدم أداء حماسيا لافتا على المسرح رغم كونه في سن 72. كان العرض فريدا بل تاريخيا، إنهم كالآلهة ونحن تأثرنا بمجيئهم إلى هنا من أجلنا. وتميز الجمهور الحاضر للحفل بتنوع كبير، إذ ضم مسنين وعائلات وسياحا والكثير من الشباب ممن توافدوا إلى المدينة الرياضية الواقعة قرب وسط هافانا قبل انطلاق الحفل بساعات.